تنزلوا يا اولاد نشوف العصافير. يلا مشي ننزل. يلا يا اولاد يلا. بس بصنا والعربيه عربيتنا والدار دارنا. مساك ايوه اكسر اكسر. طبعا خلنا نشوف اللي هو الطيور هذه. عندهم سلحفه يا ادم. هيها 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 هيها. انظر صراطة حلو. طبعا هذا قبل اللي هو قبل السوق. لا ما كانش في اوزغات. وهان في كمان زوج من الاوز. صراحة ضيقت صار في ضيق فمش عارف هل حندخل جوا ولا لا. طبعا طيور برية مهاجرة. في غاد برضو فيران. طبعا يا اخوان في الحلقه اللي فاتت فرجيناكم السوق معسكر جبالي. معسكر جبالي. في الحلقه هذه ان شاء الله هنروح على سوق اليرموك اللي احنا دائما بنصور فيه. نسينا ايش واحد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبايب. رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله في الحلقه هذه هنروح على سوق اليرموك اللي احنا بنعرفه. طبعا صورت لكم حلقه سوق اللي هو معسكر جباليا. صراحة كان كثير كثير حلو وفي حاجات كثير حلوة وتعرضت للسرقة بس الحمد لله ما صارت سرقة. ضربت على ايده وانا مصور. تمام. اللي ما حضرش حلقة اللي هو سوق معسكر جباليا اتمنى تروح تشوف. طبعا بعت لي اولاد اشتروا قصب. تعال. لا لا تمام بدناش نطول عليكم. خلنا نروح على سوق اللي هو اليرموك. وزي ما تعودنا اربط حزمة الامان وانزل تحت واشترك في القناة وفعل تنبيه جرس الفاقم حزين لسلكم الجديد. وخلنا نروحه. ليتس جو. معسكر جبالي لسه ما طلعنا منه. اذا مش فيه ما حلفنا الحظ يعني ما قدرنا انه احنا نبيع. ذكر ايش؟ تمام. خلنا نأمن على الاولاد وننطلق على سوق اليرموك يا اخوان. للزلي عمو. عمو للزلي. اشكر يا عمو. ايش بدك تسوي؟ شباك حديث هذا. حط السالب على الموجب والموجب على السالب. ايوه 3 2 1 كله منك صلحه. طب تسيبونه وتروحوا يعني يا كلاب. يا اولاد ليش جو ليش جو. خلينا ناخذ كويك بعض المقاطع واحنا طالعين من سوق اللي هو معسكر جبالي. بضلك ذكرني انت عشان بنسى. انا زي ما شايفين هذا هو السوق كله اللي احنا دخلناه توي في الحلقه اللي فاتت. وطالعين على سوق اليرموك. طبعا لسه في جباليا البلد متوجهين لسوق اليرموك. يا ادم رايحين على سوق اليرموك. اخوان زي ما شايفين خلصنا جباليا ودخلنا في اللي هو شارع النفق. طبعا هذه بركه الشيخ رضوان لتجميع المياه. كتير كبيره يا اخوان. مش عارف صوتي مسموع ولا لا. وقف شويه نشوف. طبعا يا اخوان كتير 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 ضخمة. مش عارف اذا باينة عندكم ولا لا. طبعا هذه لتجميع الامطار. يلا يا شباب يلا يا شباب شباب يلا 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 يا شباب. خلنا نفوت يا اخوان. يلا يا اولاد ليش جو. صراحة كبيرة يا إخوان ما شاء الله. بتنزل هذا المية قولكم للباب. للباب بتنتلي مية؟ معقول؟
طلع لون التعبير طلع لين ولك كبيره كثير ضخمه يا زلمه. هذا كله مضخات. هذا هذه مضخات شامتك بطوط. انضب ولا ولك انضب ليش هيك ليه صراحة مبيحة موصف الكوس. الله يكون بعون أصحاب المنطقة. شوفوا منطقتهم أكبرها ضخمة. تو كنا في الضفة الثانية غير. كلهم تقريبا غادي بعيدة بعيدة بعيدة. كلهم يا دم وين؟ كلهم وين؟ غاد غاد بعيدة 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 بعيد. ضلنا شلينا وعيهم عند البلاد. تنزلوا يا اولاد نشوفوا العصافير. يلا مش ننزل. يلا يا اولاد يلا البص بصنا والعربيه عربيتنا والدار دارنا. مساك ايوه ايوه اكسر اكسر. طبعا خلينا نشوف اللي هو الطيور هذه عندهم سلحفه يا ادم. هيها 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 انظر انظر هذا حلو. طبعا هذا قبل اللي هو قبل السوق فيش فيه حاجة. طبعا فيها عنده أكل للقطط زي ما شايفين. هات نجيب واحدة لتوم. عنده هالنباتات نباتات بأنواعها صبريات وأشياء زي هيك. أجيب للسمكة واحدة حاجة زرع حلو كثير. هاي فناكر عنده. طب ما شفناه اول اشي صورناها فكرة. هي عنده هذا الجاوة. طبعا هذا الجاوة صح يا. لك مش هذا جاوة؟ جاوة. بس عجبنا القفص على فكرة. نظامه مش مكلفه كتير يعني. طبعا ها في زوج من الكوكتيل ما شاء الله. شكله هذا مدرب. شايفين 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 بابا هذا مدرب صدقني مدرب. بيقرب علي قاعد شرد منك منه. تمام فيها نزوج من الفناكر عادي على ما اعتقد عادي. فيها اللي هو عشاشي وملتزمات اللي هو تبع القطط تنظيف الاوساخ. وهان البادجي وما اعتقد زوجين. وهان في ذكر مفتل. فتل هذا ولك هذا مفتل يا هذا؟ لا لا زي المفتل عامل. في هان قفص للشباب على ما اعتقد شبابي طلاقي زي اللي عندنا بالضبط. ما شاء الله منظره حلو هذا وبتلاعب يعني. ما شاء الله. ايش في كمان؟ في ادويه. طبعا في ادويه عنده بيطريه وحاجات. وفي عنده طعام للطيور. صديقك هذا هاي في عنده تعبان محنط يع والله حقيقي بس حاطط جنب الشوك. حط الشوك مليان غبره. الغبره مكلاه حيه. ولك مكلاه الغبره حيه حيه محنطه بس مش كوبرا. لا لا عربيد على ما اعتقد. لا مش عربيد. لا مش معلهوش 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 بقلاوية يعني. طبعا هم برضو اللي هو زي اشياء وعلاجات. وهنا بلاش بضحمة صارت. قول له يحط قول له يحط رطل. طبعا هم حنجيب اكل للطيور تبعتنا. وهان الرف. وهان في رف للجمام او اليمام الماسي. طبعا يا اخوان مفكر اجيب من اليمام هذا صراحه منظره كثير كيوت وحلو. فان شاء الله اجيب. بس بدي اسال قديش سعره. قديش سعر اليمام الماسي؟ الجوز 25. مفكر على فكره اجيب زيه قفص الفناكر القديم بيطلع حلو كثير. مش عارف. اكتبوا لي تحت في التعليقات يا اخوان هل اجيبه الفترة الجاية ولا لا؟ مش باين عشان الشمس.
عن جد مفكر اجيبه انا احطه في قفص الفناكه اللي تم البيع. طبعا هذا نوع اللي هو زي الكوكتيل ولكن لون ازرق، لونه حلو كثير ما شاء الله. وهذا برضو كوكتيل اشي حلو. هان اللي هو عصافير باجي شبابي برضو. طبعا السرين اللي هو اكل. خذي ادم ادم حطه في السياره جوا. حطه في السياره جوا. فخلنا نودع اللي هو المحل هذا ونروح على سوق اليرموك. يلا يا شباب، يلا يا ادم ادم، يلا امير. طبعا شريلي قصب فضحنا فيها زي اللي بيقولوا بيمسكوا بيقولوا معاه عصايا. والله هيا بنا على سوق اليرموك. وليش جو متابعوا القناة. طبعا كمان متابع في سوق اليرموك عارف آدم، بقول له آدم لسه مش داخلين السوق. خلنا نفرجيكم اللي هو سوق الخردة. أول حاجة زي ما شايفين في ببيعوا يعني حاجات زي هيك خردة وأشياء. زي ما شايفين. يلا يا بابا انزل. نفرجيهم هذا. طبعا احنا نازلين على دحلة ولسه متوجهين على سوق اليرموك. خلنا نفرجيكم بعض الأشياء اللي ببيعها خردة. زي ما شايفين حاجات خردة وأشياء وأبوات وأحذية وهان ملابس زي ما شايفين. وهان اللي هو ألعاب أطفال مستخدمة، مصابيح، حاجات، لابتوبات خربانة، جوالات، يعني حاجات. وهان مفكات، زرديات، حاجات، أشياء، حلويات. هذا ببيع طرابزات، أدوات منزلية مستخدمة، قاعدات حمام، ساعات، حاجات. يعني تمام. خلنا نشوف سوق الحمام اللي احنا جايين علشانه يا اخوان. خلكم معانا وانطونا تحت لايك على اساس انه احنا نستمر في هذه الفيديوهات. إذا عجبتكم هذه الفيديوهات خلنا نكمل ونستمر فيها. زي ما شايفين كواع، مواسير، حاجات، فروش غاز، جاكيتات مستخدمة، فران، بوتغازات. خلنا ننتقل على سوق الحماميات يا إخوان. طبعا احنا خشينا هيك على حاجات زي جديدة، أدوات جديدة، وحنخش على اللي هو حاجات برضو جديدة للسيارات، قطع زعقاء، زمامير، دينامو، سويتشات، موتورات للهواء، حاجات تيربو، أشياء، ميداليات، يعني اكسسوارات للسيارات. تمام. حننتقل على سوق الطيور يا اخوان. سوق الطيور هان. فخلنا نروح يا اخوان. طبعا يا اخوان وصلنا السوق، ولكن السوق صح زحمه، زحمه كثير كثير زي ما شايفين، زحمه وناس. فحشوف اذا بقدر اصور جوا، اذا ما قدرتش حصور على الاطراف، مش حقدر ان انا ادخل. في هان على منطقه زوج من الدجاج المفتل، قد حنشوفه دجاج البرغالي زي ما شايفين، دجاج مفتل. وهان دجاج برغالي، وهناك برضو دجاج، وغاد اللي هو دجاج برضو. وهان بطيات بسم الله ما شاء الله زي ما شايفين، زي سوق اللي هو اللي رحناه الحلقة اللي فاتت بالضبط، كان كله بط.
صراحة زي ما انتو شفتوا عندي كمان انتاج البط كثير كثير كان يعني حلو زي ما شايفين كله بط. خلنا نشوف طيور ثانية، خلنا نشوف اذا بنقدر نفوت من غاد المنطقة هذيك. طبعا ها في فراريج، وهنا اللي هو دجاج، وهان في اللي هو بط شرشيري. وين يا عمري؟ طبعا متابع منا من قناتنا منور، جاي تبيع شيء؟ لا والله كنت جاي اتابعها. رحنا على سوق ثاني دير بالك، وهي جيتنا منه سوق جباليا. حبيبي ابو احمد. حبيبي مين ابو احمد؟ ابو ادم. والله عشان كنت لسه ابو احمد عشان تخربطت بين ابو احمد وابو ادم. حبيبي والله بعزك كثير. الله يعزك يا رب. الله يعزك. خلاص بشوفك ان شاء الله. طبعا لقينا متابع من قناتنا، وهان في الرومي زي ما شايفين ما شاء الله. وفي هان دجاج، في هان حماميات، وفي هان اوز. واخيرا شفنا الاوز. طبعا في سوق جباليا ما شفنا اوز، هان شفنا اوز. لا ما كانش في اوز غاد. وهان في كمان زوج من الاوز. صراحة ضيقت، صار في ضيق، فمش عارف هل حندخل جوا ولا لا. في هنفر، في هن سمان زي ما شايفين السمان يا اخوان. في هن سمان صغير، طبعا هذا السمان الصغير. سمان صغير يا اخوان. طب احنا غلطنا بالفيل بنقص يا حاج. تمام. في هان حماميات، في هان حماميات. انا ما اعتقد الجزء هذا كله حماميات. هان انا تجيب لك براحمه. بدك تجيب لي براحمه؟ طب هات وينه؟ لما ابقى اجي عندك بعرف انا وين براحمه. خلص هاي في واحد بيجيب لنا براحمه، هاي في واحد بيجيب لنا براحمه. خلص تلاقي والله جبته. خلص ماشي. طبعا يا اخوان ما قدرناش نفوت غاد سوق الحمام لانه زحمه كثير زي ما شايفين. حفرجيكم، فحنشوف في الدقيقتين اللي ضايلين سوق الطيور هذا، لو هي الصغيرة زي الكنانير والعصافير والطيور هذه. تعال نشوف. تعال طبعا زي ما شايفين فيها فيران. تعال نشوف الفيران. ايش نوع هذا؟ طبعا طيور برية مهاجرة. في غاد برضو فيران زي اللي كان عندنا. لا طبعا يا اخوان زي ما شايفين هذه هي اجواء السوق. طبعا مش حقدر اصوركم اكثر من هيك لانه فيش مساحه في الفيديو. فالى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقدرنا نوصلكم فكره صغيره. وبس حبايبي بدنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناه وتفعلوا تنبيه جرس الفاقه بحيث يصلكم الجديد. حبايبكم مش عليكم يوم من غير ابتسامه اكثر من صلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا اخوان.